أولى فقرتنا الحرية، ويمكن نوهنا عنها في بداية البرنامج. فقرتنا دي طبعا هنتكلم فيها عن الملاحة الرياضية والجهود اللي يمكن يعني بيعملها الاتحاد المصري لنشر اللعبة، ومنها أنه خلال الأسبوع ده هيكون في مؤتمر دولي يستضيفه مصر لبحث يعني سبل نشر اللعبة عربيا وإفريقيا أيضا. يعني الحقيقة مواضيع كتير وكلام كتير عن الموضوع ده تحديدا، وهيكون مع ضيفنا اللواء مؤنس أبو عوف رئيس الاتحاد المصري للملاحة الرياضية. صباح الفل عليك يا فندم. صباح الخير يا فندم. نورنا سيادة اللواء. الله يخليك كتير. ربنا يخليك وحضرتك أكتر والله ربنا يخليك. قبل بقى ما ندخل مع حضرتك في تفاصيل المؤتمر الدولي ده والغرض منه، ونقف بس شوية عند الرياضة نفسها ونستسمح سيادتك تعرف للناس برضو شوية تفاصيل خاصة بيها حتى يعني على سبيل النشر، وطبعا ده الهدف السامي اللي انتوا بتسعوا ليه في الفتره طبعا الأهلي. فندم، وانا في البدايه اسمح لي ان انا اتوجه بالشكر لقناه الاهلي والعشر الصبح تحديدا، ان انتوا بتدينا الفرصه لاطلاله على جمهور الرياضه والشريحه الاعظم جمهور الاهلي، ان احنا نتواصل مع الجمهور ونعمل عمليه نشر وتثقيف برياضه الملاحه في اطار جذب عناصر جديده لممارسه اللعبه. الحقيقه الملاحه الرياضيه او رياضه ترجل بالبوصله هي اسلوب حياه كلنا بنمارسها يوميا، انا وانت ومريم. حضرتك لما بتروح مول ما بتركن في الباركينج تحت، تاخد رقم الباكيه، رقم الدور، البوابه رقم كذا، جنب صيدليه كذا، جنب ستور كذا، بتحدد لنفسك نقط عشان لما ترجع لعربيتك تتخلص الشوبينج بتاعك او اي مشكله. معظمنا ما بيعرفش يرجع لها النقط بتاعي، بتوه يا فندم. بترجع لها، ده الطبيعي اللي احنا بنمارسه في حياتنا اليوميه كلنا. فدي ملاحه، هي في الاساس فن الانتقال من نقطة لنقطة وأكثر على شريحة محددة من الأرض في أسرع وقت ممكن، فقط باستخدام البوصلة والخريطة. عجبني قوي المثال الحقيقة، اكزامبل كلنا بنقع فيه. كلنا دايما طول الوقت نفضل نصور في الباكيات. لو لقيتي ملاحة هتعرفي ترجعي المكان. فكرة النافيجيشن عموما ممكن تبقى في أذهان كتير من الناس مرتبطة بالبحر. بالظبط كده، من النشاطات البحريه. هي الملاحه الرياضيه مشتقه من الملاحه بشكل عام. الملاحه بشكل عام هي فن التوجيه، التوجيه وليس التوجه. بوجه طياره، بوجه مركبه، بوجه قطار، بوجه ايا كان، لكن الرياضه الملاحه الرياضيه هي فن التوجه. انا اللي بتوجه، انا اللي بمسك بوصلتي وخريطتي وبستعين بالمعالم الطبيعيه واتحرك من نقطه لنقطه واكثر. فقط تاني بأكد عليها تاني، البوصلة والخريطة هي لعبة إعمال العقل. المكون الأساسي في اللعبة دي هو مكون من القدرات العقلية والذهنية والمعرفية بنسبة تفوق 60%. يليها وتمارس في إطار تنافسي. طبعا طبعا يليها، هي تمارس شقين، شق ترويحي سبورتس اوف اول والإطار التنافسي. وهي لعبة كل أفراد الأسرة من الجد للحفيد. من الجد الحفيد، من احنا المراحل السنيه طبقا لاجنده الاتحاد الدولي من 8 سنين ل 80 سنه. فهي لعبه زي ما اقول سيادتك، المكون الاساسي فيها عقلي وذهني ومعرفي، ثم يجي بنسبه 40% المكون القدرات البدنيه والفنيه والمهاريه. طيب سيادة اللواء، مهم جدا ان احنا نعرف من حضرتك قبل طبعا جهود الاتحاد المصري في نشر اللعبه في مصر، عايزين نتكلم اكتر عن الرياضه، يعني امتى انتشرت او امتى بدات عالميا وامتى بدات في مصر، يعني وكان كام سنه تحديدا ما بينهم. الحقيقه ودون مفاجاه، الملاحه الرياضيه موجوده في العالم منذ نهايه القرن قبل المنقضي. تمام، لان هي في الاساس رياضه عسكريه بتمثل احد اهم مهارات الفرد المقاتل. الفرد المقاتل دوت حتى مع وجود وسائل التوجيه الالكترونيه دلوقتي الجي بي اس ممكن تعطل في اي لحظه. طب الفرد المقاتل ده هيتحرك في مسرح العمليات ازاي؟ سواء هجوم او دفاع او حتى لا قدر الله انسحاب. بوصله وخريطه ومعالم طبيعيه، فهي موجوده في كل جيوش العالم من اكثر من 200 سنه. شفنا لها مشاهد كتير وفيديوهات كتير في الفتره الاخيره، متصوره بطيارات مسيره او حتى بالاقمار الصناعيه بعض الاحيان في الحرب الروسيه الاوكرانيه. دي حقيقة. وقتال فردي بين افراد من الجهتين. مهاره اساسيه زي مهاره الرمايه، هي مهاره الملاحه الرياضيه. واهميه هذه المهاره، كل جيوش العالم عملت فرق ومنتخبات ليها، وكان في ولا زالت تمارس بطوله العالم العسكريه للملاحه البريه. واحنا لينا فيها مشاركات. طبعا يا فندم. لكن ظهورها بشكل رياضي او بشكل مدني كان في بدايات 1929 في الدول الاسكندنافيه،
بدأوا المنصورة بشكل مدني. الاتحاد الدولي تأسس 60، أول بطولة عالم سنة 64. انضمام مصر أو دخول اللعبة في مصر بصراحة يرجع الفضل فيه لرحمة الله عليه العميد دكتور تامر مهنا، مؤسس ورئيس الاتحاد الأسبق، كان في بعثة تدريبية تبع القوات المسلحة في ألمانيا، فلقى أولاد وبنات ماسكين بوصلة وخريطة وبيلعبوا لعبة زي اللي احنا بنمارسها في القوات المسلحة. ايه ده يا جماعة؟ قال لك دي لعبة رياضية اسمها الاورينتيرنج او رياضة توجه بالبوصلة، وليها اتحاد الماني وليها اتحاد وطني. حلم وحقق هدفه. وهنا لا يفوتني برضو ان تحقيق هدفه ده كان فيه دور كبير جدا جدا داعم لي الاستاذ الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه الحالي، وقتما كان مساعدا لوزير الشباب والرياضه، كان داعم لتامر مهنا رحمه الله عليه في تحقيق حلمه. وبالفعل ولد الاتحاد المصري للملاحه الرياضيه او لرياضه توجه بالبوصله في نهايات 2016 بدايات 2017، واتحاد ولد عملاقا. بس برضو فندم يعني التواريخ اللي حضرتك تفضلت بذكرها تدينا انطباع ان كان في قصور ما في مساله نشر الرياضه دي في ازمنه سابقه، بدليل ان احنا لغايه النهارده اعتقد برضو حضرتك اكيد سيدي العارفين ممكن تلاقي المسمى نفسه غريب شويه بالنسبه للبعض من الناس، مش متعودين ان هم يسمعوه، مش متعودين بطبيعه الحال ان هم يشوفوا له بطولات او منافسات. فالمهمه بالنسبه لكم هتبقى الى حد ما مش سهله في مساله نشر الرياضه دي. صعبه جدا اكيد. طب صعوبتها جايه من فين؟ لانك انت مش امكانيات والله. امال ثقافه. انت بتغير في ثقافه مجتمع. بتغير في ثقافه مجتمع. كل اولادنا وبناتنا للاسف دلوقتي الالعاب الالكترونيه، مع كامل احترامي طبعا للاستاذ شريف عبدالله رئيس الاتحاد المصري للرياضات الالكترونيه، ولو ان في بروتوكول للتعاون ما بيننا وما بين بعض عشان اجذب الولاد للملاحه الرياضيه من خلال الالعاب الالكترونيه، وشغالين في هذا الصدد برضه بدعم كبير جدا من دكتور اشرف صبحي. لكن هي فعلا التحدي الاعظم ثقافه. بمقدار نجاحنا في ترسيخ ثقافه الاورينتيرنج او الملاحه الرياضيه بمقدار ما هننجح في نشر اللعبه، لكن عبء تقيل لان اولادنا وبناتنا دلوقتي شويه كساله. انا ايه اللي هيخليني احفظ ملزمه من 120 ورقه فيها رموز ومصطلحات واوجه بوصله واجري وجبل ورمله تحدي بس لابد منه. تحقيق الهدف الاسمى، اعمال العقل اللي ربنا امرنا بيه، الى جانب بعد تاني خطير، الملاحه بتنمي العديد من السمات والقدرات الشخصيه لفرد الممارس. تنميه القدره على اتخاذ القرار، الاختيار ما بين بدائل، اداره الوقت، اداره الازمات وغيرها، والثبات الانفعالي وغيرها كتير جدا. انا بنصح كل اب وكل ام يحاول يمارس معانا الملاحه الرياضيه ويجيب ابنه في ايده، بنته في ايده، وهيستمتع. خدتوا اي خطوه تجاه محاوله نشر الرياضه دي في المدارس وفي الكليات وفي الجامعات المختلفه؟ طبعا. الحقيقه احنا دور مجلس اداره اتحاد مصر للملاحه الرياضيه في نشر اللعبه لا يقتصر على مصر بس، بالمناسبة احنا بنشيل على عاتقنا نشرها عربيا وافريقيا. لدور مصر ومقاها المحوري، زائد ان احنا بنشرف برئاسة الاتحاد العربي للملاحة الرياضية وايضا رئاسة الاتحاد الافريقي للملاحة الرياضية تحت التأسيس. وهذا الصعيد احنا اشتغلنا، الاتحاد المصري للملاحة الرياضية اشتغل في السعودية وفي البحرين وفي ليبيا وفي تونس مهرجانات ترويجيه للملاحه الرياضيه. داخليا احنا مش بنشتغل بمساعده والتعاون مع عديد من الاتحادات، وده توجيه مع الوزير الدكتور اشرف صبحي والتوجه العام للدوله ان احنا نشتغل خلايا مع بعض متشاركه شركاء في النجاح. انا بتعاون مع الاتحاد المصري للرياضه الجامعيه برئاسه معالي وزير التعليم العالي والنائب اول استاذنا استاذ دكتور صبح حسنين، بنعمل سنويا بطوله الجمهوريه للجامعات والمعاهد العليا في الملاحه الرياضيه. مؤخرا مع دكتوره ايمان حسن نائب رئيس الاتحاد المصري للرياضه المدرسيه اللي هو برئاسه معالي وزير التربيه والتعليم، برضه في صدد ان احنا نعمل بطوله الجمهوريه للمدارس، وخاصه ان احنا بنستعد للمشاركه ولاول مره في بطوله العالم للمدارس في الملاحه الرياضيه في البحرين في اكتوبر القادم. بنشتغل مع اتحاد الثقافه الرياضيه، ما احنا واجهين لعمله واحده، الملاحه هي ثقافه، برسخ الثقافه ديت من خلال التعاون مع اتحاد الثقافه الرياضيه. بنشتغل مع الاتحاد العام لمراكز شباب مصر دكتور ماجد العزازي عشان ننشر اللعبه في مراكز الشباب.
كل ما هو هيئات بنتعاون معها، الى جانب ان احنا الهدف بتاعنا قبل ما احقق ميداليه في بطوله عالم ان انا انشر اللعبه في كل ربوع مصر، وده توجيه معالي الوزير. وبالفعل نجحنا ان احنا نشكل مجموعه من القواعد الممارسه، وهتستغرب ان اقوى قواعد الممارسه مش في القاهره الكبرى، في الاقاليم، في مقدمتها العريش شمال سيناء، اقوى قاعده ممارسه للملاحه. يمكن علشان دي الست اللي هو الاقل استخداما للتكنولوجي، ويمكن ده بينعكس على فكره الممارسه ليهم مرتبطه بطبيعه ثقافه المجتمع ده. طبيعة الثقافة المجتمع ده من زمان ان هو بيتحرك بيمارس الملاحة وهو ماشي في بلده وفي بيته وفي كل حاجة. فأقوى قواعد الممارسة عندي في العريش يليها أسوان، مطروح، اسكندرية، المحلة، ثم تيجي القاهرة في الآخر للأسف. لكن ده كان توجه ونجحنا فيه، ويمكن من خلال برنامج أولمبيات المحافظات الحدودية اللي بيقام سنويا تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية، شكلنا 6 قواعد ممارسة في 6 محافظات حدودية وشغالين كويس قوي، ومنهم ابطال وبطلات بينافسوا في البطولات الدوليه. طالما بنقول ملاحه معناها ان احنا بنتكلم على يعني شكل الممارسه اللي هي بتكون من خلال قوارب؟ لا، الملاحه الرياضيه طبقا لاجنده الاتحاد الدولي اما ان هي بالجري او بالدرجات او بالتزحلق على الجليد. يعني ما فيهاش اصلا الشق المائي ده مش معانا، بنحاول نضيفه احنا مصر ده من باب اولى. يعني لا، هي الملاحه في كل حته بس احنا بنحاول نضيفه بس قد يكون الشق المائي في الموضوع برضو يدينا ميزه نسبيه. احنا بنتكلم على دوله فيها بحرين ونهر، فيعني انا هقول لك ما هو اخطر من كده. احنا بنسعى بس طبعا تكلفه عاليه جدا. انا عندي كميه شعاب مرجانيه غير عاديه. طبعا. طب ما نعمل كورس ملاحه بالغوص جوه الشعاب المرجانيه. طبعا. ده احلى واحلى، وده ليه قاعده بقى موجوده لوحدها خانقه من غير حاجه. طب ده في ناس بتيجي من كل مكان في العالم عشان يختصوا. هو انا عاوز اقول لسيادتك برضو الملاحه ازاي. احنا بناخد صور بالاقمار الصناعيه عاليه الدقه لاي لوكيشن كان، اي موقع على الكره الارضيه هو ملعب محتمل للملاحه الرياضيه. الصور دي بياخدها فريق رسمي الخرائط، بينزلوا يطبقوا الصوره الجويه دي على الواقع. وارد ان يبقى فيها شجره، الشجره دي كانت صغيره وكبرت، او حد شالها، فيها مبنى اتبنى، فيها مبنى اتهد. بنطابق هذه الصور الجويه على الواقع، ثم بيرجعوا على برامج خاصه على الكمبيوتر بيكودوا مكونات الصوره دي. كل مكون في موجود على الارض هو له رمز. الشجره الصغيره ليها، الحشائش ليها رمز، الشجره العملاقه ليها رمز، المبنى الصغير ليه رمز، البرج ليه رمز، الشمسيه ليها رمز، تحول لرموز. ثم بنحط مجموعه من النقاط على الخريطه دي بنسميها الكورس، من 1 مثلا ل 20 طبقا لطبيعه المسابقه. اللاعب مسؤول او مهمته الاساسيه ان يعدي على النقاط ديت باسرع وقت ممكن. واللاعب صاحب الزمن الاقل هو الفائز. هي ليها معادله في حساب النتائج، زمن الاداء ناقص زمن البدء بيديني زمن الوصول ناقص زمن البدء، حاجه فيري انترستنج بيديني زمن الاداء الفعلي. صاحب الزمن الاقل هو الفائز. طيب سيادة اللواء، خلينا نتكلم. يمكن احنا ذكرنا في بداية الفقرة فكرة المؤتمر الدولي اللي بيسعى ليه الاتحاد المصري طبعا للملاحة. عايزين نتكلم اكتر عن التحضيرات لهذا المؤتمر، مين هيتم دعوته، ايه اللي هيناقش فيه. يعني حضرتك دلوقتي بتتكلم معانا عن اكتر من شق، ولكن المؤتمر اكيد هيبقى على مستوى عالي ومستوى منتشر، وهيتم دعوة عدد من الدول ليه علشان التعريف اكتر بالملاحة الرياضية. فعايزين نعرف اكتر عن تفاصيل المؤتمر ده. هو الحقيقة مش بس مؤتمر، هو مجموعة من الفعاليات وكان ليها قصة. لأن احنا ما ينفعش نشتغل بمعزل عن ظروفنا الاقتصادية في مصر، وده توجيه وإحساسنا يعني واجبنا. أنا كان عندي حوالي 7 طلبات من 7 دول عربية وأفريقية، كل منها عاوز يعمل معسكر تدريب مشترك مع المنتخب القومي للملاحة الرياضية في مصر. وكل واحد بتوقيته، فدي 7 معسكرات ب7 ميزانيات. احنا قدها برقم. احنا عملنا ده في بطولات عالميه خلال الفتره اللي قادرين. فاتت واثبتنا الحقيقه قد ايه احنا قادرين. الحمد لله احنا قادرين. بس هي الحرفه هنا ان انا ازاي اضرب كذا عصفور بحجر واحد. انا عندي 7 معسكرات تدريب بتكلفتهم ميزانيه. جالي ايميل من الاتحاد الدولي بيقول لي والله احنا كنا في مجلس اداره الاتحاد الفتره اللي فاتت بنناقش سبل دعم الدول العربيه والافريقيه لنشر وتطوير الملاحه الرياضيه في افريقيا والدول العربيه. عظيم.
وهم بيقولوا، ولقينا من الاوقع ان احنا نناقش الكلام ده مع اصحاب الشأن، اهلا وسهلا. ولقينا من الاوقع والاوقع ان مصر تستضيف هذه الفعاليات، اهلا وسهلا. لما لها من دور ودورها المحوري، وهي رئيس الاتحاد العربي ورئيس الاتحاد الافريقي، اهلا وسهلا. دي فلوس وميزانيه ثانيه. لقيت اتحاد البحر المتوسط بعت لي ايميل ان احنا الحمد لله فزنا باستضافه بطوله البحر المتوسط 2025. مزبوط. احنا باعتين لجنه عشان تتفقد المواقع المرشحه لتنظيم الفعاليات في 2025. يا مجلس الاداره هنعمل ايه؟ احنا عايزين ارقام خياليه، لو عملنا كل ايفنت لوحده ارقام خياليه. طب دي حقيقه. فجرى التوافق ان احنا نعمل فعاليه كبرى، مكوناتها المؤتمر الدولي الاول للملاحه الرياضيه. وده الحقيقه بيشهد مجموعه من الجلسات فيها طروحات كتيره قوي ما فيش حد في العالم بيتناولها، الملاحه الرياضيه والذكاء الاصطناعي، الملاحه الرياضيه كاحد محاور الترويج للمقاصد السياحيه والاثريه، الملاحه الرياضيه وتنميه الوعي البيئي، الملاحه الرياضيه وكمدخل من منظور الرياضه للجميع. وبيشارك فيها نخبه في الجلسه دي، جلسه المؤتمر دي، نخبه من علماء وخبراء الرياضه والبيئه والتنميه المستدامه في مصر والعالم. بيجي في مقدمتهم طبعا استاذنا استاذ دكتور كمال درويش، استاذ دكتور صبحي حسنين، الدكتور عماد البناني، دكتوره ساميه حسن، الى جانب رئيس الاتحاد الدولي للملاحه الرياضيه، رئيس الاتحاد الالماني للملاحه، رئيس الاتحاد الدولي للبياسلون، وهي لعبه وليده من رحم الملاحه الرياضيه. نخبه كبيره من العلماء والخبراء. ثم يليها جلسات المنتدى العربي الافريقي للملاحه الرياضيه اللي هي هنناقش فيها الفرص والتحديات اللي بتواجه الملاحه الرياضيه في الدول العربيه والافريقيه، ومحددين لكل منسوب دوله من الدول العربيه والافريقيه من 5 لـ7 دقائق سبيكر يتكلم عن تجربته في بلده. ادي المنتدى. طب وبعدين؟ طب ما احنا المعسكرات اساسا منسوبي الدول العربيه والافريقيه حتى اللي ما عندهمش اتحادات ازاي يعملوا اتحادات؟ فاحنا عاملين حاجه اسمها اكاديميه التدريب للقاده. ازاي ينشروا لعبتهم في بلادهم ويأسسوا اتحادات؟ ثم اكاديميه التدريب للشباب اللي هي المعسكر التدريبي اللي بنعلم فيه المهارات والكلام ده كله. خامسا بقى اجتماع مجلس اداره الاتحاد العربي للملاحه الرياضيه. فكله بميزانيه واحده. انا كنت عامل ليك حق لما قلت ان هو مش مجرد مؤتمر، الموضوع اكبر واوسع من كده، موضوع كبير جدا طبعا. بس احنا طبعا لازم نمشي في السياق العام للدوله ترشيد الانفاق. طبعا ان شاء الله موفقين، بنتمنى لحضرتك كل النجاح اللي في الدنيا، وان شاء الله المؤتمر ده بكامل فعالياته يؤتي ثماره ان شاء الله ويعود بالنفع على نشر الرياضه دي اكثر واكثر. ان شاء الله. شكرا لك على النقاش جدا، وان شاء الله على تواصل واتصال. اكيد ان شاء الله. تحياتي.